افتخر في حب ابو القاسم فداه ابوي وامي ذاك حب عزه الله في قلوب المسلمين. العصور تمر والمسلم له اشواق وطواري، والتوجد ما يفيد ومن كتب للعبد جاري. ليتنا بس نتقمص دور مسلم والبخاري، ونتعمق بالقصايد في رياض الصالحين. تعجز الكلمات به مهما تكلم من تكلم، بشرف اسمه أطهر أقدام مشت وأفضل معلم. ما بقل نقول صلى الله على محمد وسلم، وله أصحابه الغر الميامين أجمعين. اللهم صلي وسلم عليه الصلاة والسلام.